على الجانب الاخر سؤال لي يعني فني، انه هو طبعا النادي الاهلي مليء بالنجوم، ويمكن في مركز بايلا عنده اكتر من لعيب بيلعب في هذا المركز، فبيستعد ازاي هو على المستوى كلاعب، على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني، بيستعد ازاي انه يقتحم هذه القائمه اللي هتكون مهمه مش سهله، وده المطلوب في النادي الاهلي ان يكون في اكتر من لعيب مميز في المركز الواحد. نعم طبعا الامر ليس سهل، ولكن أن أكون لاعب كبير، أن تكون لاعب كبير عليك أن تتنافس مع كبار اللاعبين، وبالتالي بالنسبة لي أنا أعرف ما هو المطلوب أن أكون، يعني إيه معنى أني أكون في الأهلي، وبالتالي أنا أتحمل كافة المسؤولية وتقديم كل ما لدي.